وقبل أن أنهي سأعطيك ثلاث وصايا عملية أرجو الله أن يكتب لنا ولك بها النجاة. إن كانت والدتك حية موجودة فاحرص كل الحرص على أن تدخل السرور عليها، والله من أجل القربات وأعظم أسباب التوفيق إدخال السرور على الوالدين وعلى الوالدة على وجه الخصوص. فإن أردت بهذا وجه الله، قصدت به وجه الله لا لشيء آخر، لأن الله وصاك بها، فإدخال السرور على الوالدة من أعظم أسباب التوفيق ومن أعظم ما سيعينك برحمة الله في غربتك. هذه الأولى، أدخلها، أدخل عليها السرور بمكالمة هاتفية تسرها بها، توخى أوقات تعلم أنها تحب أن تسمع صوتك فيها. جاء رجل لابن عباس وأخبره أنه قتل، قال يا ابن عم رسول الله هل لي من توبة؟ قال يا هذا أمك حية؟ قال لا. قال يا ابن أخي أكثر من الاستغفار والعمل الصالح. فلما خرج ابن عباس تبعه عطاء بن يسار تلميذه، قال يا ابن عم رسول الله أراك سألته عن أمه؟ قال والله لا أعلم عملا صالحا أحب وأقرب إلى الله من بر الوالدة. هذا الأول. الثاني، لا يمر عليك يوم لا تقلب فيه بصرك في المصحف، لا يمر عليك يوم لا تقلب فيه بصرك في المصحف ولو أن تقرأ جزء آية، لكن هذا له أثر في حياة القلب، خاصة مما يراه الإنسان من مناظر. الأمر الثالث، فلتكن عظيم الحياة من الله أن تصبح يوم ولم تقم لله ولو ثلاث ركعات، ثم استقبل القبلة وصلي لله ثلاث ركعات باختيارك، لا يجبرك عليها أحد، تجعلها ذخرا لك في الدنيا وذخرا لك في القبر وذخرا لك يوم تلقى الله. الله يقول ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وفي التنزيل وفي الحديث قالت فإذا هو في المسجد قد انتصبت قدماه سمعته يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأنتم يعني لستم الذين تخبرون بلذات، دخلتم الغرب ورأيتم أهله ودياره شيئا عيانا لا تحدثون عن مجهول، ومع ذلك عصمنا الله وإياكم من اللذة الحرام، حتى اللذات المباحة والله لا توجد لذة أبدا أعظم من لذة السجود لله جل وعلا. قال الله لنبيه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وحتى يعرف أن لا تعديلها لذة من موقف واحد، هب أن إنسانا مات على عمل يعمله، لا يمكن أن يفرح أبناؤك أو والداك أو أي أحد يحبك بعد وفاتك بشيء أعظم منهم لو علموا أن فلانا مات ساجدا، هذا لا أظن أحدا يبكي عليه، لأن قلنا أي حالة مقبولة ليست بحرام، لكن كيف يعرف الإنسان إن هذا العمل لذيذ؟ إنه يفرح لو أنه قبض على هذا العمل. فإذا قرن الإنسان استقرأ الإنسان الأحوال والله لا توجد شيء ولا توجد لذة أعظم من لذة السجود لرب العالمين جل جلاله. عبد ساجد يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ينزه خالقه، وهو يعلم يقينا أن الله غني عنه، لكنه يتوسل لله بهذا السجود أن يقربه منه. فإذا قربك الله منه وأحبك فكل شيء في حياتك سيسره الله لك ويختاره الله لك، وخيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألزمنا الله وإياكم كلمة التقوى، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.